السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، حياكم الله. نحن الآن داخل معرض الكتاب المقام في المدينة المنورة. هذا المعرض بنسخته 37 والنسخة الأولى من نوعها في هذا المكان. هذا المكان وهذه الخيمة للمرة الأولى ما شاء الله بهذه المساحة الكبيرة، لكن قبل ذلك كان يقام داخل أروقة الجامعة الإسلامية. يشارك في هذا المعرض قرابة 200 دار نشر من 13 دولة، 12 دولة عربية ودولة واحدة اللي هي المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا، مشاركة أيضا في هذا المعرض. ما شاء الله تبارك الرحمن، الدول العربية المشاركة الآن حتلاحظوها، عندنا على رأسها المملكة العربية السعودية، عندنا مصر، عندنا السودان، عندنا تونس، الجزائر، موريتانيا، عندنا عمان، الإمارات، الكويت، عندنا العراق، الأردن، تقريبا هذه الدول بالإضافة إلى بريطانيا. فكذا صار عندنا العدد مثل ما ذكرنا 13 دولة و200 دار نشر. ما شاء الله تبارك الرحمن، نعطيكم كذا لمحة وجولة في المكان. نحاول إذا في كذا بعض دور النشر اللي ملفتة للانتباه ندخل لها للداخل إن شاء الله ونصور لكم. هذه دار الفاروق في الأردن، ما شاء الله لمحة كذا سريعة عن المكان. الآن في بعض المزايا، طبعا بالإضافة إلى في عندنا دور نشر أو مو دور نشر، دور لبعض الألعاب والمسابقات الثقافية والألغاز وغيرها، هذه كلها أيضا داخلة ضمن الأجنحة المشاركة. نحن كلنا يعني حنصور لكم يعني من خلال الجولة هذه حنصور لكم أبرز هذه الأجنحة المشاركة، بما فيها الأجنحة اللي هي مختصة بالكتب وغير الكتب مثل هذه الألعاب مثلا، شايفين هذه خاصة بالألعاب، وعندنا بعض العبارات الجميلة اللي موجودة ضمن يعني نفس الجناح مثلا، ولنا في الكتاب حياة. دار الزمان من دور النشر الموجودة في المدينة المنورة والمعروفة ما شاء الله، مختصة بالقرآن الكريم وعلومه ما شاء الله. طيب أنا خليني أول شيء أخذكم بهذا الاتجاه، ثم يعني نحاول يعني نعطيكم كذا بعض اللمحات عن المكان. هذا مكان يستحق الزيارة، مفتوح للأفراد والعوائل، مفتوح تقريبا من الساعة 11 صباحا إلى 11 ليلا. في أيضا بعض الخدمات مثل دورات المياه للرجال وللنساء. هنا عندنا بعض دور النشر من العراق وقبلها من مصر والسعودية، رأيناها أيضا من قبل. أغلب دور النشر مثلا العراق تتحدث يعني عن حقبة زمنية في العراق اللي عاشتها دولة العراق قديما وحديثا. هذا اللي لاحظته يعني من خلال زيارتي لبعض الأجنحة اللي هي في العراق. طيب عندنا هنا بعض الأجنحة من مصر، مشاركة من مصر ما شاء الله، بعض الألعاب والمسابقات والكتيبات الخاصة بالأطفال. دار الوابل الصيب، هنا دار مصرية، دار الفكر والقانون، لها من اسمها نصيب أيضا. أي شيء متعلق بالقانون والإدارة وغيرها فموجود عندهم. طيب أنا أعتذر يعني أعتذر، بعض يعني العوائل يمرون بجانبك فواحد ما يتحكم، ما يستطيع إنه يتحكم بموضوع التصوير، فأعتذر. البعض أكيد ربما يعني حاي يتكلم يقول حاول لا تصور كذا، الواحد الأمر ما هو بيده. شوف هنا دور النشر من السودان، أتوقع هي دار نشر واحدة إذا ما خانتني الذاكرة، أنا شفت في براشور بجميع دور النشر المشاركة، فأظن من موريتانيا، من عمان، من السودان، أظن دار نشر واحدة من كل دولة. أظن من الجزائر عندنا ثلاثة. إحنا الآن جالسين يعني نمر بعدد من دور النشر،
هذه الدار يعني ممكن شوي ملفتة الانتباه، فيها بعض الكتب الملونة اللي تجذب العين. شايفين هنا اعترافات أرسين لوبين. أنا صراحة الآن ما قاعد أتابع في الجوال، فاعذروني إذا كان التصوير غير واضح. عموما هذه نظرة. لا، الآن الشيء الملفت للانتباه هذا الجناح. هذا الجناح ما شاء الله مشهور في الكويت، أتوقع شهرته ما شاء الله عالية. بلاتينيوم بوك، مصور لكم بعض الأشياء الموجودة عندهم. مذكرات دبلوماسي سابق، اسمها دخان، رواية. طيب دراكولا، شكلهم عندهم روايات، أغلبها روايات. طبعا هذه من دولة الكويت، ودولة الكويت ما شاء الله يعني مشاركة بقوة. هنا الشيخ ما شاء الله، الشيخ فهد الكندري. تجربتي 10 قواعد في حفظ القرآن الكريم، ما شاء الله. بالنسبة للمعرض أو المعرض، المعرض مقام لمدة تقريبا أظن 10 أيام، فالآن احنا في اليوم الثالث. فاللي في المدينة أو حول المدينة يلحق، لأنه ما شاء الله يعني المعرض هذا يستحق الزيارة، ويقام في العام مرة واحدة، فالواحد يحرص على يعني أنه يمر على هذا المعرض. عندنا هذه مكتبة الرشد في المدينة، أيضا المكاتب الجميلة في المدينة. سبحان الله، أنا أول ما لفت انتباهي هذا الكتاب، كتاب جميل قيم، كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، الشيخ أو الدكتور مهدي رزق الله. طيب نكمل. طبعا اغلب المكتبات اللي انا اتكلم عنها هي موجودة في المدينة، مثل دار الرشد، دار الزمان، هذه كلها موجودة في المدينة. غيرها يعني صراحة ما عندي اطلاع، لكن انا سبحان الله استكشفت استكشاف بعض اللي هي دور النشر. إذا سويت لك حركة في عرض الكتاب مثل هذه مثلا، شوفوا كيف عارضين الكتب بشكل أنيق بشكل جميل، فغالبا تحصل عندهم في زحام. هذه جيت أنا أمس في الليل، ما شاء الله كانت عليها زحمة شديدة، أنا أتوقع كلها عشان الحركة اللي مسوينها. فهذه رسالة لدور النشر، إذا تبغوا كذا يكون عندكم إقبال سووا لكم حركة كذا غريبة عشان يكون في إقبال، وهي سبحان الله رغبات. طيب، في من الأشياء يعني الخدمية الموجودة في جميع المعارض السابقة، أنه يحط لك كذا لوحة بحيث أنه إذا أنت تبحث عن كتاب معين تدخل على هذا المتصفح وتبحث عن الكتاب اللي أنت تبغاه، فغالبا ستجد الكتاب، يدلك على موقع الكتاب. طيب الأخ أحمد الشبل جالس يتصل علي، فلغينا الاتصال أو الرد. طيب ما أدري أنا إيش كنت أتكلم. أيوة، في خاصية الآن إحنا حنمر عليها إذا قدرنا. هنا دور الكويت أو يعني دار الكويت، دار نشر من الكويت مشاركة. وهنا عندنا موريتانيا، الناس دائما يدوروا بلدانهم، فأنا قاعد أحاول قدر الإمكان أني أصور لكم يعني دور النشر من بلدانكم. هنا اتحاد الناشرين موريتانيا، أتوقع هي دار نشر واحدة أظن من موريتانيا. مصر ما شاء الله مسيطرين، عندنا هنا الإمارات ما شاء الله، الإمارات أظن قليلين، لكن الأكثر السعودية ثم مصر، يعني هم ما شاء الله مكتسحين الموقع. طبعا بطبيعة الحال بما أنه المعرض مقام في المملكة، فطبيعي أنه يكون المملكة العربية السعودية تكون هي يعني أكثر
أكثر اللي هي دور النشر المشاركة في هذا المعرض. طيب هنا عندهم هذه حركة، إيش تقدم بطلب نشر، إذا عندك كذا مشروع ولا شيء تعال عندهم يمكن يزبطوك. طيب شوف هنا عندهم عرض على هذا الكتاب، إعراض القرآن مجلد واحد ب70 ريال. شايفين الظاهر هذه هذه دار الأدب العربي للنشر والتوزيع، ما شاء الله. وحي القلم 3 أجزاء بدل 100 ريال ب50 ريال. والله في عروض، في عروض طيبة. طيب اقرأ للطباعة، ما شاء الله. أنا كل ما أمشي خطوتين إما أني لازم أحصل مصر أو السعودية، ما شاء الله. هنا عندنا المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، لكنه هذا من السعودية. هذا هنا عندنا الجزائر، شايفين هنا الجزائر اللي تابعنا من الجزائر. يلا انبسطوا، هذه حصلنا لكم دار، لكن هي دار الألعاب، فيها بعض الكتيبات ما شاء الله، ما شاء الله. في عندهم كتب وفي عندهم كذا قسم للألعاب، ما شاء الله. شايفين هذه اسمها عالم المعرفة للنشر والتوزيع. هنا عندنا شغف من الكويت، كتب أو بعض الكتيبات المحدودة. في بعض الدور المشاركة، هي ما هي دور نشر لكنها يعني مثلا بعض الجمعيات، بعض المؤسسات التابعة مثلا للحكومة، يعني مثل هذه جمعية الثقافة والفنون المدينة المنورة، يعني تحف فنية، لوحات، رسم وغيرها. أنا أتوقع أني أنا دوختكم في موضوع التصوير، لكن صراحة مكان يستحق. هذه عندنا دار طيبة، طيبة الخضراء، هذه من الدمام. السلام عليكم، حياكم الله. من الدمام صح؟ هذا دمام؟ من مكة؟ من مكة، ما شاء الله. هذه الدار ما شاء الله، يعني أنصحكم بها، لأنه ما شاء الله عندها كثير من الكتيبات وكثير من الزملاء أظن طبعوا عندها كتب لهم. الشيخ أحمد ديبان هنا في له كتب هنا؟ الشيخ أحمد ديبان؟ هذا حلية المستفيد، شرح كتاب التوحيد، ما شاء الله. وهذا مجلدين، بنيمان مجلدين، 2 مجلد 30 ريال، ما شاء الله. يعني واحد حبة 15 يعني، ما شاء الله، سعر طيب جميل. وهذا 17 تعليق على كتاب محرر، ما شاء الله. هذا كم جزء هذا؟ جزء الأولى. جزء واحد بس ها؟ نعم. ما شاء الله، هذا أهم شيء هذا ها؟ نعم، المخفض هذا. المخفض هذا. الحديث الموضوعي. 17 ريال. يا سلام. جميل. 15. جميل جميل. بس خلاص أنا كذا مرور بس، ما شاء الله. لا ما شاء الله، دار نشر طيبة. أنا كنت أظن أنها هي من الدمام، لأنه لي معرفة سابقة بأحد العاملين بها، فما شاء الله يعني شغلهم طيب. في عندنا دار المنهاج أيضا داخل السعودية، عندهم ما شاء الله طبعاتهم جدا طيبة. شوفوا بالنسبة لدورات المياه ما شاء الله، مو بمكان واحد، بعدة أمكنة ما شاء الله، يعني صراحة شيء جميل. طيب نروح عند اللوحة اللي هناك إن شاء الله. شوفوا هذه دار الشواف، دار الشواف ما شاء الله، يعني مليانة كتب ما شاء الله، اللهم بارك. يا سلام، واحد يتمنى أنه يقتني مثل هذه الكتب. شايفين الكتب اللي فوق، منظرها جدا جميل ما شاء الله. الشيخ هنا نعسان، شكله تعبان.
السلام عليكم، يعطيك العافية. الله يعافيك. موقعكم انتم وين موقعكم؟ في الرياض. في الرياض ما شاء الله، الله يعطيكم العافية. وياك اهلا وسهلا. صراحة ترتيب جميل ما شاء الله، شكرا لكم. الله يبارك فيك. شو حتى الكتب يعني محطوطة بالأرض، ما عندهم مكان. أيوة نجي لتونس الآن عشان ما يزعلوا علينا أهل تونس. هنا الكويت، شوف الكويت مقابلها تونس، حتى الاسم ما عرفت أقرأه. طيب ميسكيلياني أهل تونس، عرفونا إيش هذه دار النشر ميسكيلياني، هل هي منطقة؟ شايفين هذه دور النشر أو هذه الكتب اللي في دار النشر من تونس، ما شاء الله. طيب ننتقل. من الأشياء المرافقة أيضا دي يعني لمعرض الكتاب، عندنا بعض أماكن اللي هي القهوة والشاي، اللي حاب إنه مثلا يجلس كمان يأخذ له كذا قهوة شاي كذا يغير مزاجه. السلام عليكم حبيبنا. إذا أنا أبغى أبحث عن كتاب كيف، معليش لو تمثلنا كذا. سجل هنا اسم الكتاب بس كذا، يطلع لك في قسمه واسم الدار هنا تسجل على طول. لا نبغى هنا مثلا حط. سوي سيرش ما جاء ولا جاء. طيب ما طلع لي الكتاب اللي انا ابغاه. يقول لك ايش اسم الكتاب هذا؟ هو اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون. لا عندك اللؤلؤ المكنون هذا؟ لا بي سبع عندك. دليل ارباب الفلاح تحقيق في الاسلاح، الظاهر ما هو موجود كتابنا. نرجع لورا يعني نكتب الاسم كامل ولا ايش؟ لازم تكتب اسم او اسم الدار اكتب اللي يبيع الكتاب. ما اعرف انا اسم الكتاب. طيب نكتب مرة ثانية اللؤلؤ المكنون. افا ايش هو كذا؟ فين الرجوع؟ هذا هو؟ ايوه بس لا مو هذا، نبغى نكمل الاسم كذا كانه في حرف انحذف ولا ايش؟ طيب ماشي. في سيرة لا النبي خلاص سوي ما هو موجود. غريبة كتاب زي هذا ما هو موجود. تفضل. طيب ما حصلنا كتاب. عموما انت اذا بحثت في هذا المكان زينا خلينا نشوف. لا مذكرات طالب مبدع. لا هنا ها طلعت هنا ولا ما طلعت؟ يبغى لك تكتب الاسم كامل. خلاص من هنا تحصل الكتاب اللي انت تبغاه. شايفين هنا عندنا مجمع او مجمع الملك سلمان للغة العربية في هذا المكان، ما ادري يعرض شيء. طيب بالنسبة لموضوع الالعاب والامور هذه تحصلوها في الخلف هناك ورا هذه حقه الالعاب وحقه الاطفال الصغار. عندنا دار او مكتبه جرير ايضا مشاركه في هذا القسم، ايضا قسمهم ملفت للانتباه وان كان في الخلف ورا. ايوه شوفوا هنا عندنا حبق، هنا مكان لاحتساء القهوه والشاي وغيرها. عندنا لعبيكه ما شاء الله موجودين ايضا. يا سلام العبيكان ما شاء الله جناحهم جدا جميل. وهنا بدينا بالألعاب، خش على الألعاب. بدينا نختم الآن في هذه الناحية. وهنا عندنا مركز الأدب العربي، هذا أيضا جناح أنا مريت عليه أمس، جناح جدا طيب. السلام عليكم ما شاء الله. اللي قريب من المدينة صراحة المكان يستاهل الزيارة. أيضا من جماليات المعرض أنه وضع لك عديد من المناطق اللي يعني تعد ترفيهية للأطفال. هذه المنطقة اسمها منطقة الأطفال،
شايفين؟ تحطوا الأطفال هنا، عندهم كذا مسابقات ويعني حركات بركات. وفي منطقة ثانية لي إيش بيسموها هذه؟ اللي هي اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، للمحاضرات والندوات موجودة أيضا في المقدمة. أول ما تدخل الباب على يمينك هتحصل في منطقة هذه خاصة للندوات والمحاضرات، وما شاء الله في محاضرات بعضها قيم والبعض الآخر يعني ما أنه ليس من اختصاصي فما أستطيع أني أفتي فيه. الإمارات، وهنا الإمارات أيضا، أيضا الإمارات مشاركة بنسبة جيدة. خلاص على كذا نحن نكتفي. هذا الفيديو ما هو فيديو يعني أعرفك بدور النشر المهمة، هذه يحتاج أنه مثلا نزور مرة ثانية ونسوي مقاطع مرة ثانية. لكن أنا المقصد من هذا المقطع اللي تابعنا إلى نهاية الفيديو، المقصد من هذا المقطع أنه إيش، أنت تأخذ لمحة وفكرة عن هذا المعرض، عشان إذا ناسبك تجي أهلا وسهلا مع أهلك وعيالك وناسك، إذا ما ناسبك أنك تجي فلك الأمر. هنا ما شاء الله سندباد عندهم ألعاب، خلينا نختم بهذا القسم الجميل، فيه ألعاب كثيرة ما شاء الله، قصص القرآن، السيرة النبوية، قصص الأنبياء، شيء جميل ما شاء الله. شايفين شيء جميل. ترى أغلب بسوي دعاية لدور النشر المصرية، أنا ما أدري يعني سألت عدة دور نشر ما شاء الله الأسعار عندهم جدا طيبة، هذه فرصة اللي يبغى مثلا يقتني كتاب، فدور النشر ما شاء الله عندهم عروض طيبة. يلا نسأل الله التوفيق للجميع. هذه مؤسسة ابن جبرين الخيرية رحمه الله، ما انتبهت لها. أيضا عندهم كتب ما شاء الله طيبة وقيمة، شايفين؟ أغلبها من تأليف سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله. خلاص أنا إلى هنا أكون انتهيت من تغطيتي، إن شاء الله ألقاكم في تغطيات أخرى بإذن الله تكون نافعة ومفيدة. بحاول إن شاء الله أني أعمل لكم كذا تغطيات أيضا في هذا المعرض، لكن لبعض الأجنحة المهمة، وهذه شان إخواننا من تونس، ولا يزعلوا علينا بقية الأجنحة عشان ما يقولوا أنه ما صورت لنا أجنحتنا. بحاول في الأيام القادمة ممكن أني أخصص فيديوهات للأجنحة، مثلا المشاركة من تونس، الأجنحة المشاركة من الجزائر، الأجنحة المشاركة من كذا، عشان يعني نعطي لكل دار حقها من التغطية. أما ما شاء الله السعودية ما شاء الله يعني كثيرة هي دور النشر الموجودة، فلذلك لعلنا يعني نختصر. ونسأل الله التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.